بدوره أوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن الوكالة عكفت عملا بالتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية على توسيع نطاق خدماتها وتسهيلها وتقريبها من المواطنين. بفضل الله تعالى أولا، وبعد 15 شهرا من العمل المتواصل الذي تابعتم فخامة الرئيس كل مراحله، أثمرت تلك البذرة نظام هويتي بسواعد وطنية، وهو نظام نطمح من خلاله إلى إحداث تحول نوعي ليس على المستوى الخدماتي فحسب، وإنما على المستوى المجتمعي. فخامة الرئيس إذا كان خطاب ودان أيام مدائن التراث ووثيقة نداء جول التاريخي يراد منهما تكريس مبدأ دولة القانون والمساواة والعدل وتعزيز اللحمة ونبذ الفرقة وفرض تحول مجتمعي نحو الأفضل والتحصين ضد الانزلاقات المجتمعية التي قد تحصل في خضم التطور التكنولوجي السريع الذي يصعب معه التحكم في نمط تفكير المجتمع وطريقة تعاطيه مع ما تفرزه المؤسسات التكنولوجية من أنظمة قد لا توائم ثقافتنا، فإن هذا النظام التكنولوجي الذي صمم وأنشئ محلياً سيكون إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة تجسيد رؤيتكم لدولة القانون، الدولة التي تسعى إلى خدمة جميع مواطنيها باحترام وكرامة، وليس أكرم للمرء من أن يخدم نفسه بنفسه دون أن يتعرض للاستغلال أو المغالطة. فخامة الرئيس، يتيح نظام هويتي لكل موريتاني أينما كان طلب جواز السفر وبطاقة التعريف ومستخرجات أحداث الحالة المدنية من ازدياد وزواج وطلاق ووفاة، كما يسمح للإخوة المقيمين في موريتانيا بطلب بطاقة الإقامة دون الحاجة إلى التنقل أو السفر أو الانتظار أو ما قد ينجم عن ذلك من مشقة بدنية ومصارف إضافية. فخامة الرئيس، نظراً لأن عدداً من الدول شرعت في استصدار هويات رقمية استعداداً لعهد جديد بدأت معالمه تتجسد شيئاً فشيئاً، أعني العهد الرقمي، فإن نظام هويتي يتيح لمستخدميه استصدار هوية رقمية تحترم جميع المواصفات المتبعة في هذا المجال، كما يمكن التحقق منها بصفة آمنة لتكون بذلك أول هوية وطنية الصنع، ويكفي أنها ستمكن بعد اعتمادها من ادخار 12 مليون أورو كانت تستخدم لاستيراد البطاقات. وفي الختام، اسمحوا لي فخامة الرئيس أن أشير إلى أن نظام هويتي سيشكل منصة مشتركة يمكن استخدامها من قبل المؤسسات العمومية والخصوصية في جميع المعاملات المتعلقة بالهوية الرقمية والمعلومات الشخصية.